لم يعرف الإنسان قديما من العطور إلا المسك والعنبر، كان كلاهم طبعا من أصل حيواني. المسك يؤخذ من كيس أو غدة في بطن نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. أما العنبر الغريب فيه مادة لزجة يقذفها الحوت من أمعائه، نوع من الحيتان يقذفها هذه المادة من أمعائه يسمى حوت العنبر. السبب أنه يقذفها من أمعائه بتكون هي نتيجة جرح في معدة الحوت، وهذا الالتئام يسبب هذه المادة. بالشم فقط يتعرف الطفل الرضيع على أمه، وقد يعرض على الرضاعة من أي سيرة أخرى لأنه اعتاد على رائحة أمه. ولا يكتمل الحديث على الأنف وحاسة الشم إذا لم نتعرف على ما يسمى طبيا الجيوب الأنفية. سجل يا رهود، عرض الكتف 50. دكتور بعد إذنك ناخذ قياس الفم. منين هو؟ إيه لا أقصر شوي. أقصر هون. سجل لي 64 طول الكمة. طول الجاكيت هيك منيح. إيه لعند الإيد. خليها 70. سجلت؟ سجلت. معك ما شكلنا مع الدكتور ها؟ أهلين وسهلين. أهلين. أهلين أبو زاد. أهلين. حط لي الصدر 109. منيح هيك ولا مبعث شوي؟ لا منيح. منيح. البطن شو يا دكتور نحفان؟ عاملين رجيم. سوي 102. يعطيك العافية، خلصنا. شوف يا أبو عزات. أمور. هي قطعة قماش خيلة ها؟ يعني غالية كثير. اجتني من واحد عملت له عملية جيوب أنفية. فدير بالك ها؟ لا ما تخاف، بعدين شو أول مرة أنا عم فصل لك طائم؟ يعني؟ صاي ما قلت لي، كم جيب بدك في الجاكيت؟ 7. محمود؟ وصلنا على 2 قهوة للدكتور. كيف قهوتك صاي؟ سكر قليل ومغلية. بسرعة ما تتأخر ها؟ استريح. دكتور شو قلت لي؟ كم جيب بدك؟ 7؟ ايه جيبين كبار هن الجيوب الجبهية يلي موجودين فوق العينتين، وفي جيبين منسميهم جيوب فكية وجيب وتدي. دكتور ايه ما فهمت، شو جيوب جبهية وجيوب فكية وجيب وتدي؟ ايه انا عم بسألك كم جيب في الجاكيت. اسف يا ابو عزاد اسف، انا عم بحكي عن الجيوب الانفية. نسيت حالي. هلا المنخار له جيوب مثل الجاكيت والبنطلون؟ طبعا، والتهاب الجيوب بيسبب صداع والتهابات ممكن تسبب الطرش والتهاب عظام والتهاب اغشيه المخ. دكتور بدي اسالك، شو اللي بيخليها تلتهب؟ شو بدك تصير طبيب؟ لا بس مثل ما بيقولوا درهم وقايه افضل من قنطار علاج. شايفك كثير مهتم بالجيوب الانفيه. لانها هي السبب في وجع راس مرتي المزمن. دكتور عم تقول انه سمعها خف، بطلت تسمع منيح. اذا لازم تبعث لي اياها على العياده لاكشف عليها. ايه حاضر دكتور، بس خليني افهم شو هاي الجيوب وشو الفائده منها. اولا هي فراغات بالجمجمه ووجودها بيقلل من وزن الراس. هاي فهمناها. وثالثا؟ ثالثا بتصد الصدمات يلي ممكن تصيب الوجه. رابعا بتقوي الصوت وبتعمل له رنين. ايه بس شلون بتعمل له رنين؟ هلا انت لما بتعزف على العود وبتضرب على الاوتار بيدخل الصوت لصندوق العود وبيطلع مع تجسيم ورنين للصوت، ما هيك؟ ايه هلا فهمت عليك، من شان هيك صوت البزق بيختلف عن صوت العود لانه صندوق العود اكبر. يرحم ابوك، تمام. من شان هيك يلي بتكون عنده منه جيوبه ملتهبه ومسكره بتلاقي صوته بيخن وما بيرن. ايه بس ليش بتلتهب؟ اسباب كثيره، منها نزلات البرد والتهابات تجويف الأنف. دكتور دخيلك السفر بالطيارة له تأثير عليها؟ ايه طبعا، بس ليش السؤال؟ هلا عرفت، لأنه مرتي صابتها الحالة بعد ما رجعت من السفر بالطيارة بالعمرة. ممكن، وفي بعض الشباب يلي بيغطسوا بحرات السباحة وبتكون مياهها ملوثة بتدخل الجراثيم للأنف وبتعمل التهاب جيوب. يا ريتني ما سمعت كلام مرتي وجبرتها تسافر بالباص مو بالطيارة، كان على الأقل ما إجاها الالتهاب وبيني وبينك أوفر. على كل حال بسيطة، بعت لي على العيادة
ولا تنسى تبعت لي معها فنجان القهوة اللي عزمتني عليه.